ورشة عمل بعنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جاءت ضمن لقاءات الحوار الوطني نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تضمنت فعاليتها دعم أحد محاور الحوار الوطني ألا وهو المحور الاقتصادي باعتباره أحد المشروعات الهامة للتخلص من الأزمات الاقتصادية. عندنا دور كبير ممكن تعمله مشروعات صغيرة ومتوسطة في إحلال الواردات. احنا عندنا ملف كبير اسمه إحلال الواردات، محتاجين المشروعات الصغيرة المتوسطة ممكن تشيل حيز كبير جدا من الإحلال الواردات دي في الرو ماتيريال وفي حاجات كتير موجودة عندنا. طالب وهو خلاص خارج، أو الشاب وهو خارج من الجامعة أو لسه رايح يعمل يأسس شركة لازم يتقعد مع القعدة دي، السيشن دي، خلينا نقول حد يقعد معي يفهمه تدخل عليه. لم تنتهي الورشة إلا وقد خرجت بعدة توصيات شملت أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخروج من الأزمة الاقتصادية والوقوف أمام تحديات كانت تواجه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لما اتعمل جهاز لتنمية المشروعات وبقى كيان لوحده، انه خلى الكلام ده بدا انه يبقى فيه فليكسبيليتي اكتر وفي مرونه اكتر، علشان خاطر ان احنا نقدر نطلع وازاي نفند احسن من السنين اللي فاتت. اي دوله مش هتقوم الا بالمشروعات الصغيره، اي يعني احنا شفنا تجارب الصين وماليزيا، كل الدول دي ما قامتش الا بالاهتمام بالمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. فرصتنا في المشروعات الصغيره المتوسطه كبيره جدا وحلولها كتيره جدا، وصعوبه الناس في ان هي تقدر ان هي تدير ده هو ده اللي احنا بندور على حل. لم تغفل الورشة عن ضرورة انتشار مقرات جهاز تنمية المشروعات في كل قرية ومركز، فضلا عن تسهيل التسويق الخارجي بالتنسيق مع المجلس التصديري، وضرورة انشاء مجمع ورش صغيرة بأسعار رمزية لتجوب كل قرية وتجمع صناعي. كل هذا بالإضافة إلى تطبيق برنامج أكاديمي وعملي في الجامعات المصرية اهتماما بإنشاء المشروع من البداية حتى النهاية.